والتي قالت أن بدأ مسؤولين اتحاد الكرة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتحديد الملاعب اللي هيتم اختيارها لاستضافة مباريات الدوري المحلي خلال الفترة المقبلة. واستقرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة عامر حسين على تخصيص 6 ملاعب لاستضافة مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة، وهي المقاولين العرب، سبورت، الدفاع الجوي، برج العرب، ملعب السلام، ملعب الجيش في السويس. واللجنة بتنتظر موافقة الأمن على إقامة ما تبقى من مباريات الدوري على الملاعب دي بناء على التصور وجدول المباريات اللي هيحدده عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وهيعرضه بعد كده على الأمن خلال الأيام اللي جايه.